حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا حامدين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات اقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا ولدان من ذريتي أخبر مقصود لي إلا جعلتهما ولدا صالحا طاعة لك وطاعة لرسولك ولوالديه ونافعا لدينه ووطنه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك أولادنا وبارك عليهما، واجعلهما من عبادك الصالحين والصالحات، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا مفهوما بشكرك، وبدانا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا،
ونسألك عملا متقبلا، ونسألك تمام العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل.